جبت لكم وصفه مكون واحد. باي باي سداري بكريشه، من اليوم غادي تهني من البطن الزائد من الكريشه من سداري بكريشه اللي ما مخليكش براحتك، اللي ما مخليكش تلبسي داكشي اللي بغيتي بمكون واحد فقط. صباح النور عليكم البنات، صباح النور عليكم كبيدات جاولي، صباح النور عليكم يا احلى متابعين ديال قناتي. لاباس عليكم؟ شنو كتعاودوا؟ امركم بخير وعلى خير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بصحه جيده وفرحانين. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم المبدعه والراقيه اللي كتحمقني وكتفرحني. الله يكبر بكم، وشكرا لاي واحد عطاني الوقيته ودار ليا لايك ودار ليا تعليق، شرف ليا. ما يمكنش كي تنقول لكم ديما، ما يمكنش نبدا لا فيديو ديالي بلا ما نشكر المتتبعات ديالي والمتتبعين ديالي متابعين قناتي وكيبغيوني. ربي اللي شاهد، الا حتى انا كنحمق عليكم بزاف بزاف، وكنكون اسعد لحظه عندي في النهار كامله هي فاش كنصور وكنحط لكم لا فيديو اللي غتستافدوا منه، اللي غادي تلقاو عليه الراحه ديالكم، اللي غادي تشكروني عليه وتزيدوا تشكروني عليه. وكل فيديو حطيت في ماشين وانا فخوره به، كي تنقول لكم حيتاش فيه فائده، فيه شي حاجه اللي غتنفعكم. الحمد لله هذا الشيء اللي بغيت، تتواصلوا معايا الناس من جميع المدن جميع البلدان، انهم الوصفات ديالي وافقهم، سواء ديال البشره سواء الشعر سواء تاع زياده الوزن سواء بوب زوين، مهم اي حاجه حتى تشرف ليا. والله يخليكم ليا مره اخرى. المهم لاول مره كيتصادف معايا القناه ديالي بغازا عافاك، ما تنسانيش بالاشتراك في القناه بالضغط على الزر اللي في التحت ابوني، وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ديال اختك كوطار. وشكرا لكم مره اخرى. المهم اليوم ان شاء الله فيديو مغاير في القناه ديالي، تحت طلب المتتبعين والمتتبعات ديالي الغاليات، قال لي كثرتي بزياده الوزن زياده الوزن زياده، بغينا شي حاجه اللي ما تنقصش لنا في الوزن ديالنا ولكن تنقص من الدهون اللي تتكون عندنا هي زايده. يعني كي تنقولوا سداري بكريشه هي الكرش، والجناب كيكونوا صراحه كيخسروا لنا الصلاه، خصوصا دابا حنايا الاغلبيه تنكونوا عصريين، ضروري كتلبسي جينات تلبسي حويجات، وما كي في المنضب ما كيجيوش الا كانت عندك الكرش خايبه ولا كانت عندك الكرش خارجه بزاف. المهم اليوم جبت لكم وصفه كي ديما وصفه طبيعيه بمكون واحد، ولكن المهم هي النتيجه، والنتيجه رائعه البنات. كيف ما شفتوا يعني بزاف ديال البنات، ماشي البنات هي مزوجات، خصوصا في هذا الكونفينمون اللي كانوا جلسوا الناس، الاغلبي 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 تربت لهم الكرش، حيتاش الماكله والنعاس الماكله وقعد، سواء بنات تلقاو عندهم 15 عام 16 عام ولات عندهم الكريشه، والناس اللي والدين ومعاودين ومعاودين يعني ما يمكنش ما تربش لهم الكرش، والناس اللي تيكونوا كذلك خدامين تياكلوا وتيرجعوا ثاني للبيرو وتيبقاو ثاني جالسين، ما يمكنش ما تكونش لهم الكرش. داكشي علاش البنات قالوا لي عافاك تفكرينا حتى حنا عندهم مشكل ديال بغاو يزيلوا الكرش. وصفه طبيعيه، ما نقول لكمش من نهار الاول البنات، راه يكذب عليكم كذاب اللي يقول لكم نهار الاول، هذا انا بعدا عارفه واش يكذب عليكم اللي يقول لكم نهار واحد يوم واحد سوف تختفي الكرش، ما كايناش البنات. المداومه يعني السيمانه الاولى السيمانه الثانيه، وصراحه تلقاو نتيجه يعني عن تجربه. حتى انا تبارك الله راه كيف ما شفتوا، راه والده الولده الاولى والده الوليده الثانيه الحمد لله الله يخليهم ليا، ولكن جربت شخصيا كي تنقول لكم ما كندير شي حاجه انا في ماشين الا ما جربتها وشتها واش عطاتني النتيجه بالفعل، اولا عطيتها للناس اللي محيطه بيا وتنقول لهم استعملوها، اولا الناس صحاباتي ولا الناس اللي كيتواصلوا معايا في الانستغرام. البنات كاين انا كندير شي وصفات في الانستغرام كنعطيهم للبنات باقي ما درتهمش في ماشين، وحتى كيردوا عليا الخبر واش عطاتهم النتيجه عليه كنحطهم لكم في القناه باش تكون مصداقيه وباش ما يتخاصموش معايا المتتبعين ديالي ويقول لي لا ما صدقات ليناش ولا. وكي تنقول لكم راه كله الجسم ديالها كله الهرمونات ديالها كله اش تنفعها، داكشي علاش تنكثر لكم كما شفتوا في زياده الوزن كنبقى كثرها، ماشي حيتاش بغيت نكثرهم، حيتاش كل وحده اشنو كيليق ليها. وهكاك في بوم زوي راه كله سبحان الله العظيم، راه درت وصفه بوم زوي راه كاين اللي لاق لها تاع عرقسوس كاين اللي عرق ديال هذيك الحلبه، المهم كله اشنو الذات ديالو كتقبل ليه وتتاكسبتي ليه، وكاين اللي ما كيوافقوا حتى شي حاجه من هادو. داكشي علاش اليوم جبت لكم كي قلت لكم وصفه خاص يكون عندكم ضروري هاد المكونات، واللي كيشوفني ضروري تفرج في لا فيديو حتى الاخر، ما يمكنش انك الله يعطيكم الستر في اي وصفه، خصوصا هادشي الوصفات تيكونوا حساسين تيكون خصك تشوف طريقه الاستعمال، ما يمكنش انك تمشي تشوف هي المكون انا اللي حتى تدوز تشوف تلقى اما سكينجبير اما هادي وتديرو كما قال لك راسك، ممكن تستعمل معلقه كبيره ممكن تستعمل جوج معلقات كبار ولا طرا لك شي حاجه تلومني انا، لا
شوف الطريقه ولعبوا العار ولا ما عطاتكش النتيجه، يعني الفيديو من الاول حتى الاخر، النصائح اللي عطيت، الهضره اللي قلت ممكن انت ما غاديش تسوق لهذيك الهضره، ولكن هذيك الهضره وبهذاك الشيء اللي كنقول لك هو اللي غادي تلقى عليه المنفعه واللي غادي تلقى عليه ان شاء الله النتيجه. المهم وصفه اليوم كي قلت لكم بلا ما نطول عليكم عندها مكون واحد اكثر من رائع. بلا ما نطول عليكم البنات يلا ندوزو للمكون. المكون الوحيد اللي كنحتاجو في هذه الوصفه كي قلت لكم وهو زريعه الكتان، كيف ما كتشوفوا معايا او بذور الكتان. البنات عندها شي منافع خطيره للجسم، الحرق الدهون اللي كتكون عندنا زائده في الجسم ديالنا، وما عندها حتى شي ضرر، يعني يعني ما خرجتو منها والو، ولكن صراحه شي حاجه غنيه عن التعريف. يعني ما كاينش اللي ما كيعرف زريعه الكتان، ولكن اللي ما كيعرفوش هو انه واعره لتخسيس الكرش او الجناب ولا الدهون اللي تتكون مترهله لينا في الجناب ديالنا او في الكرش ديالنا اللي كتخسر من المنظر. هي بذور الكتان كناخذوها البنات، ماشي كنحمروها، كنشدوها ناخذوها في مقيله حي كنسخنوها مزيان باش دغيا تكون لينا في الطحن مزيانه. كديرها بحال هكا في الشكل كيف ما كتشوفوا معايا البنات، كتكون هكا في الشكل، يعني فاش تتقليها شويه، ماشي كتحمر لينا، كتقليها شويه في المقله صغيره وكتطحنيها باش دغيا تتكون لينا في الطحين سهله. المكون الثاني هو كاس الماء، كاس الماء يكون سخون يعني حتى تخرج السبوله ديالو غنشدوه. المهم انا حيتاش بقيت حاطاه من قبيله قلت لكم راه كلشي على طريقه الاستعمال، حيتاش بذور الكتان ممكن تزيد لينا في الوزن وممكن تنقص لينا في الوزن على حسب الاستعمال كي استعملتيها. داكشي علاش نقول لكم ديما في الوصفات خصوصا الحاجه اللي كتشرب والحاجه اللي كنستعملها ضروري ما خسر والو. واش انت عندك يعني عندك واحد الدافع باش تشوف هذا الفيديو باش يعطيك النتيجه، صبري وعطي واحد شويه الوقيته باش ما تخطئيش وتلومي الانسان اللي دار داك الفيديو. المهم كيف ما قلت لكم غتشدي كاس ديال الماء يكون سخون وتديري فيه ملعقه كبيره ديال بذور الكتان او زريعه الكتان بحال هذا الشكل، ملعقه كبيره فيه في الماء يكون سخون. كي قلت لكم البنات الماء يكون سخون، انا هدف ليا شويه داكشي علاش شفتوني تنقيسو دفا ليا، كتخليه واحد الجوايع 5 دقائق في داك الكاس ديال الماء يكون سخون حتى كيدفى لينا مزيان. من بعد كتاخديه وريتكم البنات من بعد ما كيذوب لينا كيف ما قلت لكم يكون الماء يكون سخون، يعني انا حيتاش بقيت نجي معكم المقدمه كنهضر معكم لقيتو دفى شويه، يكون الماء سخون حتى كيغلى حتى كتخرج السبوله ديالو صافي. من بعد البنات كيشوفوا هادي، المهم كنت واحد المناسبه ديال الزياده وداكشي وكيحنيو البنيه ودرت واحد شويه تاع الحنه. المهم ندوز لموضوعنا كي قلت لكم صافي كتاخذي داك الكويس. بالنسبه لتاريخ الاستعمال ضروري عافاكم البنات قبل الفطور ب 30 دقيقه، يعني بنصف ساعه قبل الفطور تاخذيها على الريق، ما خفتي حتى شي حاجه، يعني تاخذيها قبل الفطور وتاخذيها قبل العشاء. الاسبوع الثاني الاسبوع الاول غادي تلاحظي شويه الفرق، الاسبوع الثاني لاحظي الفرق يكون صراحه كبير في هذه الوصفه. باش تعطي النتيجه ونتيجه رائعه بمكون واحد راه تيكون متوفر، غتلقاي اي واحد تفرج فيها ممكن غادي يلقاها في المنزل ديالو، بذور الكتان او زريعه الكتان لها فوائد كي قلت لكم في طريقه الاستعمال، حيت هو كيدار حتى زياده الوزن تيكون بعد الاكل كيزيد لينا في الوزن. بالنسبه للناس اللي بغا يضعفوا او لا بيضعفوا الدهون المترهله او لا الدهون اللي تتكون زائده لينا في الجسم ديالنا بدون ضرر، يعني بدون شفط بدون عمليه بدون حتى شي حاجه، ولكن المداومه ماشي تشربيها الله يعطيك الستر النهار وتساكي 3 ايام وتشربيها النهار الرابع وتقولي يا راه اختي ما عطاتنيش النتيجه، لا، يوميا كل نهار كل صباح تشربيها قبل الفطور قبل ما تنعسي، اخر حاجه حتى تمشي للبلاصه ديالك تاخديها كذلك. النهار الثاني النهار الثالث الاسبوع الاول الاسبوع الثاني، وضروري واحد الحاجه تكون عندكم باش تشوفوا باش تردوا عليا الاخبار في لي كومونتير هو السانتور. بهذا البنات ضروري باش انكم تستعملوه في الكرش بحال مثلا قبل ما خديتي الوصفه، يعني قبل ما شربتيها ما والو عبري الكرش ديالك، شحال مثلا الكرش ديالك مهم عبرتي فيها 90 ولا فيها 80 ولا فيها 100 على حسب كل واحد الكرش ديالو كي دايره، غادي تعبريها من بعد اسبوع من الوصفه
اسبوع من الوصفه عاودي عبري الكرش ديالك، ما تكونيش تاني مريضه فيك الغازات ولا واكله شبعانه بزاف، ولا تكوني يعني في وضعك الحالي كعبرتي نهار الاول، يعني تكوني عاديه كرشك عاديه، يعني الحجم ديالها راه كل واحد يعرف الحجم ديال الكرش اذا كان عنده عادي ما شبعانش بزاف ما مريضش ما بزاف ديال الحوايج. تعاودي تشربك، تعاودي تشوفي واش داك القياس اللي بغيتي في الكرش ديالك ولا مازال بتضعفيها، بيتي تعبريها تاني، تبقاي تاني دومي الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث ممكن تبقى لك حتى لشهر على حسب كل واحد الحجم ديال الكرش ديالو، يعني كل واحد الحجم ديال البطن، راه كاين اللي كيكون ليه يعني البطن ديالو كبير بزاف وكاين اللي تيكون خاصو بحال هكا، هي شي مكونات دغيا غادي يذوبوا ليه دوك الدهون اللي تتكون زايده لنا في البطن. هاد الوصفه عن تجربه، حيت شفت انا عندي الكرش البنات وكانت عندي بكميه، يعني حيتاش انا تلبس العصري وكل شيء كنت تلقى مشكل فيها، ولكن الحمد لله بهاد الوصفه ما نقول لكمش غبرات بمره، انا باقي خدامه في هاد الوصفه ولكن عطاتني نتيجه من الاسبوع الثاني، فرق كبير فرق كبير، خصوصا انا كنستعمل ضروري البنات شريو هذا، راه كيدير شي 3 دراهم ضروري حطوا عندكم باش تبقاو تعبروا، وهذا تينفع حتى لزياده الوزن بالنسبه للبلايص اللي فاش تندير لكم زياده الوزن، عاودوا عبروا ريوسكم بهذا ولا ديروا في الميزان وعاودوا ثاني شوفوا الفرق، ضروري خصكم تعبروا ريوسكم قبل وبعد. وديك الساعه رضوا عليا الخبر، وصفه اكثر من رائعه بمكون رخيص، شري جوج دراهم وخلي عندك شي حاجه اللي طبيعيه ما خفتو منها. عافاكم انا شكون اللي كنخاف منه لهذا الشيء؟ الحامل والناس اللي عندهم الضغط، يعني لا طونسيون تتكون يا طالعه يا نازله، هادو تيكون عندهم مشكل، ما صراحه ما كنبغيش انا هاد الوصفات نعطيهم ليهم، لا هما لا الحامل. الحامل اي حاجه سواء طبيعيه سواء ماشي طبيعيه تكون يعني تزيدها داك الشيء تاع الفيتامينات اللي تيعطيهم ليها الطبيب وصافي، ما بحال هاد الشيء حتى تولد وحتى تفطم. بالنسبه للمراه المرضع ماشي مشكل، بالنسبه للناس اللي فيهم السكر ماشي مشكل، ولكن الناس اللي فيهم الضغط واحد النقطه، بالنسبه للناس اللي فيهم الكوليسترول زوينه لهم، زوينه لهم كتعدل لهم النسبه ديال الكوليسترول في الدم كتعدلها بزاف بزاف، وشي حاجه اللي اكثر من رائعه وغادي تشكروني عليها، ونتحدى اي واحد يجرب هذه الوصفه وما ينقص ليش الكرش، نتحداكم البنات جربوا هذه الوصفه وقولوا لي واش الكرش ديالكم او لس داري بكريشه واش ما غاديش ينقص، كنحماق عليكم ويا اللي غادي توصلوا لي هذا لا فيديو.